حضري هنا هو اولا للتعبير عن دعم الجامعه لهذا النوع من الانشطه، وجامعه الحمد لله في هذا الحال تتشرف بدعم الثقافه في مدينه فاس، وتعتبر هذا الامر من واجبها ومن شرطها، وهي مستعده للانفتاح على كافه الشركاء من اجل دعم التنميه في هذه المدينه. بطبيعة الحال الجامعة تشارك من خلال الدعم بطبيعة الحال المتعدد، سواء دعم مادي وأيضا دعم من خلال يعني أغلب المداخلات هي من قبل أساتذة وطلبة ينتمون لهذه الجامعة. بطبيعة الحال مشاركة الجامعة في هذا النشاط ويأتي في إطار اتفاقية تربطها لا سيما مع وزارة الثقافة والاتصال، وإطار هذه الاتفاقية كان للجامعة جامعة سمح الله يعني مجموعة من الأنشطة المشتركة، أحيانا طبعا بعض الكتب، أحيانا كان قمنا بالمشاركة في أنشطة مشتركة مثل النشاط الذي نشهده اليوم. ايضا بطبيعه الحال هذا ينبغي ان نذكره بمناسبه تكريم يعني الدكتوره سهام عبد الوهاب، الجامعه ايضا ستقدم درع الجامعه تكريما او مثابته في تكريم هذه الشاعره المتميزه، نظرا لما تمثله او ما يمثل هذا النوع من التكريم من يعني تاكيد عرى الصداقة و يعني الحب المتبادل الذي ينبغي أن يجمع بين الشعوب العربية، لا سيما أن هذه الشاعرة تمثل دولة الكويت الشقيقة، ولذلك كما قلت هذا النوع من التكريم يمثل بالنسبة لجامعة سمح الله أكثر من يعني يعبر عن أكثر من بعد دعم الثقافة، وايضا بعد التقارب العربي الذي تجسده هذه الشاعره المتميزه.